لم ينسى أهالي الناصرية إلى اليوم فاجعة مركز النقاء والذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح، حتى فجعوا بحادثة الحمدانية الأخيرة متسائلين عن مدى إمكانية الجهات الحكومية في الحفاظ على أرواح المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث. فحدث يصير يعني بسيط، كهرباء تعرفون الكهرباء العراقية انه دائما يصير بها اشياء يعني اعطال فنية، فبالتالي انه راح تصير عندنا مصيبة جديدة لكون الدم العراقي صار سهل لانه ماكو رقابة. وللوقوف على المنشآت الحيوية في ذي قار، أطلقت مديرية الدفاع المدني في المحافظة حملة لمحاسبة غير الملتزمين بإجراءات السلامة وإغلاق العديد من النشاطات المخالفة، مشددة على الجميع بالالتزام، وإلا سيكون القانون هو الفيصل لمن لا يلتزم بالتعليمات التي أصدرتها الجهات الحكومية. استنادا لقانون الدفاع المدني رقم 44 سنة 2013، فقد باشرنا هذا اليوم بحملة غلق، وتم غلق هذه البناية التي خلفنا، بناية مديرية تنفيذ ذي قار، المخالفة تماما لشروط الدفاع المدني، وهي مبنية من مادة السندويش بانل ومادة الألي كابون، والهدف منها من الغلق هو حماية الأرواح والممتلكات. تم توجيه حملة شملت كافة المرافق القطاع الخاص والحكومة المختلطة في محافظة ذي قار لهذا اليوم، بإشراف ومتابعة السيد مدير دفاع مدني المحافظة العميد أحمد حسن الزويد. حاليا بالقرب من دار التنفيذ عدد ذي قار تم إغلاق الدائرة، وكذلك الحملة مستمرة في باقي المحافظة طيلة هذه الأيام. وعلى الرغم من أحداث الحرائق المتكررة في العديد من المحافظات العراقية، إلا أنه دائما ما تأتي الخطوات الحكومية متأخرة والتي يعتبرها المواطن كردة فعل على الحدث ولم تأتي بجديد. ويبقى المواطنون يترقبون الإجراءات الحكومية ومدى جدية تطبيقها وعدم التلاعب بأرواح الأهالي الأبرياء من قبل البعض ممن يعتاشون على مثل هذه الأزمات. لقناة التغيير الفضائية، سلامة سرهيد، ذي قار.